بشكل عام أنا بصراحة يلفت نظري لما يكون معلق على المانيكان أكيد يعني، لأنه على المانيكان بدك تشوف اللباس بشكل عام يعني. من جهتي إذا بتكون معروضة بتكون أحسن. ممنوع تعرض المانيكانات لأنه تجسد صورة مرأة، وهذا الأمر يكون مخالف للأمور عندهم. يعتبرونها كمجسمات أرواح يعني، وأصلاً محرمة يعني، هذا السبب اللي لهم بالمانيكانات. على دور داعش يعني ما كنت أطلع خالص ولا أتحرك ولا شيء، خوفا من ما هذولك الجماعة ما عندهم لا كاني ولا لا روح ولا تعال ذبح رأسا. لباس يوم من أشتري تروح المرة تشتري، يعني ما أطلع وياها ولا شيء. أيام داعش ما كنا ننزل على المحلات ولا شيء، يعني تنطي مثل ما نقول المصاري للمرأة أو الحبيبتي، هي تروح تشتري لحالها هديتها أو تكون هدية معطية بشكل سري في الأغلب الأحيان. نعرض كل شيء متوفر عندنا بالمحل، الشيء اللي يلفت انتباه الزباين نحاول ننسق الألوان، نجيب الألوان اللي تعكس أو تجذب الزبون، مثلا الأحمر الأصفر الكيوي، الألوان اللي تجذب الزبون دائما. الجلابيات الجاهزة، العبايات الحراير، الفساتين الجاهزة زادين، لبس الملكانة طبعا نختار الألوان مشان يعني نعرضها على الزباين، نقي الألوان الحلوة الفساتين الحلوة الزخمة فكلها ياتها مشان الزباين تلفت النظر.